السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي وخواتاتي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. ان شاء الله هذا الفيديو خرجت اليوم، كان عندي رانديفو مع الكيني وخرج باش نتمشى، وقلت ضروري ان نصور معكم هذا الاجواء. هذا شوفوا ما شاء الله وملكة الرحمن. يا مع البيتو صور لكم الدنيا خضرة 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 خوتي، خضرة واعرة 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 ما شاء الله وملكة الرحمن. يا رب يكون صوتي مسموع. شوفوا هاد الأجواء هادي، شوفوا شوفوا الدنيا كيفاش خضرة واعرة واعرة واعرة. شوفوا شوفوا الدنيا، شوفوا عطي له واحد الطبيعه فريمون. هانت الاشجار داكشي زوين بزاف. انتم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وغادي تكتشفوا معايا ان شاء الله كل شيء. وانا هنايا كنتمشى من بعد ما ساليت الحصه ديالي ديال الترويض، قلت نتمشى حيت اليوم درت ترويض شويه بكري وعجبني هاد الاجواء، عجبني هاد المنظر هذا. قلت والله تندير لكم فيديو ونوريكم كيفاش الدنيا خضراء ما شاء الله. شوفوا انتم ما شاء الله، انا جيت من هنايا دابا غنمشي من هنا باش نمشي لداري ان شاء الله باذن الله. نخليكم مع هاد الاجواء الرائعه. ما شاء الله. ايوا خوتي انا هنا غدا نستغل هاد الفرصه هادي، وغدا نشكر اي واحد مابوني معايا، اي واحد تفرج في القناة ديالي وعجباته، أي واحد صراحة مهم نبقاو مع المناظر الخلابة. شوفوا شوفوا المناظر، شوفوا المناظر ما شاء الله ما شاء الله على خضورية. شفتوا شفتوا كل شيء خضر ما شاء الله. شوف كل شيء خضر ما شاء الله. ما شاء الله وملكة الرحمن، الدنيا خضراء سبحانك ربي مبدي الأحوال. شوفوا انتم الدنيا خضراء واعرة ما شاء الله. ولا خوتي تبقوا معايا، انا كنتمشى هادشي وريته لكم غير في طريقي. غادا نتمشى ونوريكم الدنيا خضراء، الدنيا زوينه. هذه الطريق حتى هي كيدوز منها الطوبيس اللي كيهبط للمدينه. ايوا وحنا غاديين، نخليكم معايا وتصمتوا معايا الاجواء ديال اصوات الفرائخ طيور. صراحه حمقتني هذه الخضوريه صراحه. شحال هذه ما خرجت اخوتي، ما صراحة ما كنخرجش بزاف دابا نتمشى، راكم عارفين على حساب ظهري، على حساب هاد على حساب الكوفيد وداكشي، يعني ما كنخرجش بزاف، ما كان يعني حدي الترويض كنرجع لداري. نتمنى من الله يهز علينا هاد الوباء وترجع المياه لمجاريها يا رب. ما شاء الله ملكة الرحمن، هنا الديور فنين زوين، هنايا الهدوء كتشوفوا معايا الهدوء الهدوء الهدوء. بابا كي كتشوفوا هنا، قلت انا كاع الى عييت ولا شي حاجه وما قدرتش نزيد نتمشى، كاين الطوبيس انا فت ديجا بلاكه، وكاين هنايا عاوتاني، وانا غاده والطوبيس قدامي، يعني لا عييت ولا شي حاجه
كاين لا غير البيس قدامي ناخذ البيس، ولكن لا انا بغيت نستغل هاد الفرصه وهاد الجو الزوين صبا فيه الشتاء والدنيا خضراء، قلت لا بغيت نتمشى. الحمد لله ولي الحمد يا رب. يبا وخليكم معايا اخوتي تشوفوا هاد المناطق. مهم هادشي غا حدا داري، ولكن الحمد لله الحمد لله ولي الحمد. الدنيا زوينه والدنيا الهدوء. سمعوا سمعوا خليكم تصنتوا الافراخ، خليكم تصنتوا الافراخ. نسمعوا خرش 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 مع هاد الكياس، هاد الكياس كي تسمعي قرب قرب قرب. يا الله يا الله يا الله يا الله. دابا فوالا انا هنا بقات داري من هاد البلاصه، نطلع من هنا كتشوفوا الطوبيس جاي. انا داري بقات من هنايا، غادي نزيد شويه نوريكم وبخي نرجع ندوز لداري. فوالا هذا الطوبيس كيدوز من قدام الدار نيميرو 5، كيدوز من قدام داري. ايوا الحمد لله الحمد لله ولي الحمد يا رب. او خوتي الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات هادو كتبوهم لي في التعاليق، نبقى نديرهم معاكم. الصراحه راه ما حيت ما كنخرجوا ما حتى شي حاجه، يعني ما كندي بلاصه ولا حتى شي بلاصه، راكم عارفين مع هاد الكوفيد داكشي، يعني راه كل جالس في دارو بوغ لاستون. و بور لاستو انا مازال ما كنخدم حتى شي حاجه، يعني راني غدار نهار اللي غنولي نخرج وهذا راه غادي ان شاء الله نشارك معكم كل شيء الخدمه ديالي و كيفاش كندي بلاصه وهادي وهادي والخدمه وداك الشيء. المهم غنشارك معكم ان شاء الله كل شيء. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. فوالا أول بيس تاني دايز لي كتشوفو. يعني كي كتشوفو هانتوما ثقيل 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 ثقيل، حتى شي واحد ما كاين إلا ترونسبور لي فاكتور لي بيس هما لي كيباسيو دابا. إوا الحمد لله الحمد لله وليه الحمد. فوالا هاد الزنقة حتى هي كتخرج لداري كي كتشوفو. هاد الزنقة حتى هي نقدر نطلع بها لداري ونقدر نضرب الدورة كبيرة وعاد ندخل. المهم أنا هنايا بغيت نجي غير باش نوريكم هاد البلاصة، هادي هاد البلاصة زوينة بغيت نشاركها معاكم.
الكافي وغنرجع من هنا يعني ما غاداش نهبط لتحت حيت بزاف عليا. درت اليوم الكيني بزاف عييت. غادي نوريكم هنا شنو كاين هاد البلاصه. جبال تو دنيا واعره دنيا خضره كلها صراحه صراحه. ملي كيكون معايا ولدي الزوج ديالي وداكشي كنطلعوا لهيها يعني كنتمشاو داكشي كيكونوا الاجواء زوينين. وكي بوحدي انا وداكشي ما نقدرش نمشي حتى لتما على حسب سي جامي على رجلي ولا شي حاجه مزلاق ولا فهمتوني يعني ما نقدرش نمشي بوحدي خاص ضروري تما يكون معايا شي واحد غير سي جامي وصافي يعني تخرج غير شي حاجه من الارض ولا شي حاجه ولا حشك كيكونوا الناس كيدوزوا مع الملك والليبات ديالهم ينبح ولا شي حاجه كنخاف يعني ما شوفوا كاينه واحده شوفوا لهيها المدينه تما واحد علاش صغيور تما شفتوا راه هو الطريق دايزه من تما هذيك لوطوغوت دايزه من لهيها فوالا بابا احبابي. ودابا غنرجع باش نمشي ندخل الدار ديالي. بقاو معايا سمحوا لي على التصوير حيت ماشي شاد التليفون غير بيدي يعني ما كنتش معوله ندير هذا الفيديو ولكن قلت نشاركه معاكم مهما خارجه نشاركه معاكم. شوف نوار يا سلام باب ولا احبابي حنايا انا قربت نوصل للدار ما بغيتش نبقى شاده معكم ديك الطواله قلت ما كانوا الناس وداكشي ما كنت قريبه لليكول المدرسه والوليدات وداكشي باقا كتسمعوا الغوض ديالهم يعني فتهم شويه وعدا هذا شعلت الكاميرا. المهم انا هنا قريبه ان شاء الله باذن الله كتشوفوا والله الا درت واحد لا مارش اليوم واعر يعني واحد لا مارش اللي طب 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 تمشيت يعني ملكيني تمشيت شي حاجه اللي زوينه بزاف كي كتشوفوا انا غدا دابا لداري. المهم فوت الناس ايوا ها نتوما تحنا عندنا بالعمان ها هو شوفوا ما شاء الله انتم شوف ما شاء الله انتم هذا ما عقلتش سميتو هذا الصفر هذا ما عقلتش سميتو مي هذا اللي كيدير ورده حمراء بالعمان ها هو يعني هذا بالعمان وهذا هو عنده واحد الكلمه ولكن ما عقلتش سميتو والله ما عقلت. المهم ها هو عاوتاني هنايا واش كيقولوا ليه بربرام ولا ما نعرف الله يعني عنده شي سميه انا انتوما اسمحوا لي على التصوير وصافي اللهم هكا ولا بلاش. هنايا كاين تيران ديال الكره كيلعب ولدي هنايا صافي وداري راه ليها غدا نمشي ان شاء الله باذن الله يعني قربت. ايوا كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدموا القناه ديالي وتشجعوني باللايكات وبالبارطاج وشكرا لكم كاملين.